هذه الوقفة جاءت ردا على عدم اكتراث الحكومة بمطالب المستخدمين ومستخدمات المؤسسات العمومية المنخرطة في النظام الجماعي لمنح رواتب تقاعد. لماذا؟ لأن معاناتهم تتضاعف، خصوصا لطريقة احتساب مدة العمل كاملة، الشيء الذي يشكل حيفا وتفقيرا لهذه الطبقة التي تحال على المعاش. ثانيا، نطالب باحتساب 8 سنوات الأخيرة كما هو الشأن بالنسبة لمنخرطي ديال لاسيمير. ثالثا، نشعر ان هناك او نعرف ان هناك حيفا، لان المنخرط السامر ومنخرط الاير كلهم موظفون لدى المؤسسات العموميه، ولكن هناك مفارقه كبيره بين التقاعد المعاشات للطرفين. ثالثا، نطالب بإعطاء فرصة لهؤلاء المستخدمين بتمديد سنوات العمل من 2 إلى 5 سنوات بطبيعة الحال حسب رغبة المستخدمات والمستخدمين. نطالب كذلك برفع الحيف عن المحالين للتقاعد بنفس المستوى أو بنفس مطالب المستخدمين الحالية. هزالة الأجور، غلاء المعيشة، الأسعار المرتفعة، ونعرف أنه سن التقاعد هو السن الذي لا يسمح للإنسان أن يشتغل في أماكن أخرى من العمل، الشيء الذي يجعله غير قادر على شراء حتى الأدوية. القضية نتاع قطب عمومي، اليوم هناك واحد تقارب مثلا ولات 2% عن كل سنة عمل ما بين الصندوق المغربي للتقاعد والإرساير، بقى الخلاف في التسقيف وبقى كذلك الخلاف بيناتهم في هذه القضيه نتاع معدل الاجور اللي يحتسب ويعتد به في احتساب المعاش. اذا الى ردينا في الارسال حتى ولا التمثيل، ذاك الساعه تسهل العمليه نتاع ادماجهم بزوج يعني في قطبين، وبالتالي هذا الشيء خصو يعني تبطر به الحكومه في اقرب، لان المشكل نتاع التقاعد راه مشكل يعني حقيقي. مساله اخرى، راه حتى النظام الجامعي لمحرواتي التقاعد راه حتى هو مهدد بالافلاس، راه حتى هو عنده عجز تقني منذ 2011. من هنا ما ننساوش واحد القضيه، بغيت نستغل هذه الفرصه بانه راه يلا 16% نتاع المغاربه اللي فايتين 60 عام وعندهم الحق وكيستافدوا من المعاش، راه الاغلبيه نتاع المغاربه راه ما عندهمش معاش. اذا هادو غير واحد المجموعه قليله نتاع المغاربه اللي عندهم معاش، والدوله ما قدراتش انها دير واحد النظام اللي يضمن لهم وتكون عنده ديمومه ويضمن هذه المعاشات الجيل الحالي والاجيال المقبله. دونك المشكل نتاع التقاعد مشكل حقيقي في البلاد نتاعنا، خصنا يعني نعالجوه. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيف الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.